ما عندناش كوافير هنا، فيش ماكير وبديكير ومكياج. طب امال ازاي الحسن والبهاء والنور ده على وجه الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ جايب النور ده منين؟ طب ازاي الأبهة والشياكة والأناقة والنور على وجه الشيخ محمد حسين يعقوب؟ أمال إيه السحر اللي بيطل من ملاحة الشيخ محمد حسان؟ إيه ده؟ جابه منين؟ من ربنا، من ربنا سبحانه وتعالى، من خالق الخلق سبحانه وتعالى. علشان كده السلف بقى، اسمعوني بقى أرجوكم، أرجوكم اسمعوني، لما تلاقي مقطع في كلام أهل البدع بالله عليك ما تنشره. اسمع ماذا يقول ياسر الخبيث عن أمهات المؤمنين، بالله عليك لا تشغله ولا تنشره، أقول لك ولا تسمع الرد عليه، بالله عليك يا راجل. القلوب ضعيفة والفتن خطافة، علشان كده السلف كانوا بيقولوا من استمع لصاحب بدعة سلبت منه العصمة ووكل إلى نفسه. أنت حر، أنت حر. والله العظيم يا جماعة، الواحد ماسك نفسه عن مشاهدة كل المقاطع الناس دول وسعد الدين الهلالي وغيره، والله العظيم الواحد يسمع كلمتين ويقفل، خايف، خايف، خايف على نفسي أتفتن، وخايف أسخن وأخرج عن المنهج اللي شيوخي حطوني عليه. علشان كده اتعلم دي، الملتفت لا يصل. خلينا احنا في سكتنا، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينصرنا ويعزنا.